السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عايز تشتغل على الفوتوشوب وبعد كده مستعجل فلسه هتدخل تحمل وهياخد وقت كتير في بديل حلو ومجاني واونلاين وممتاز جدا وتقدر تعمل كل الشغل اللي انت عايزه. اسمه فوتوبيا، ده موقع هسيب الرابط اسفل الفيديو، بتلاقي كل حاجة انت عايزها، يعني تقول له فايل وتقول له نيو وتبدأ تختار مثلا تمبليت معين او تبدأ من حاجة فاضية خالص زي ما انت عايز. تمام، ممكن مثلا تبدا بحاجه زي كده، اهو حطها لك واعملها لك كليرات، تقدر تخفي وتظهر الحاجه اللي انت عايزها، تقدر ترسم اي حاجه انت عايزها. تمام، وتقدر تظبط الليرات بتاعتك والشغل بتاعك كل حاجه تمام وزي ما انت عايز. ولما بتخلص شغل خالص تقدر تسيف الشغل بتاعك على هيئه مثلا بي ان جي، سي اف جي، تقدر تسيف ملف تكمل عليه الشغل، اهو تقدر تسيفه بي اس دي، تقدر تعمل اكسبورت زي ما انت عايز، وهتلاقي كل الفلاتر اللي انت محتاجها، هتلاقي كل الفيوز السلكت. فهو بديل ممتاز جدا ومجاني ومش محتاج ان انت تسطبه على الجهاز، ممكن تكون عند صديق وعايز تعمل له حاجه سريعه، فبدل ما تسطب البرنامج على الفاضي تستعين ببرنامج فوتوبيا دوت كوم.